والدخول الجامعي يبدأ توافد الطلبة على الإقامات الجامعية والتي لطالما شكلت هاجسا لهم بسبب تردي الأوضاع بها، إلا أن هذه المرة اختلف الأمر فالغرف وجدت مهيئة والطالبات أبدين ارتياحهن. كانت في الأول كانت ظروف متهورة في الأعوام الماضية، لكن الآن أصبحت العكس، ذهبت للأحسن نوعا ما. رغم يوجد بعض الصعوبات، لكن على الأقل أنها زعما كاين تحسن نظرا لما مضى. طالبة سنة ثالثة تاريخ، يوم جيت باش نحط القش تاعي في الإقامة، أولا كي دخلت الحمد لله لقيت لا شامبر مليحة نقية. ما لقيتش حاجة مكسرة، حاجة مخسرة، لا بالعكس، النافذة مكسورة. بالعكس، هي صح يخصونا شوية ترتيبات، مي الحمد لله. تحسين خدمات الإطعام، توفير المياه، والحرص على النظافة، ناهيك عن تهيئة الغرف ببروتوكولها الصحي، هي أهم ما قامت به الإدارات من أجل أجواء أحسن لتمدرس الطالبات. يعني قمنا بتهيئة المطعم، مطعم الإقامة، من حيث الإضاءة، يعني زدنا عدد الطاولات، كذلك قمنا بإيواء طالبتين إلى ثلاث طالبات حسب البروتوكول وحسب وصية السيد مدير الخدمات الجامعية. قمنا بتهيئة الغرف من حيث النظافة، من حيث الإنارة، من حيث الأسرة. كان يعني الغرف الطالبة لما تروح الغرفة تاعها تلقاها جاهزة من كل شيء. ظروف إقامة جامعية جيدة من الأهداف التي تسعى إليها الدولة الجزائرية في سبيل رفع تحصيل الطلبة العلمي، والتي أولاها رئيس الجمهورية أهمية خاصة وأسدى بخصوصها تعليمات فورية.